صباح الخير أسماء. ألو، السلام عليكم أخت سناء. وعليكم السلام ورحمة الله. دايرة لاباس عليك؟ الله يبارك فيك أسماء. أنا فرحانة بزاف، أول حاجة بعدا مشيت للخط وهضرت معاك. الله يعطيك دائما باش تفرحي يا رب. آمين تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف الأخت سناء، وقبل ما نقدم لك الطبق إيه بغيت نقول لك بعدا أول حاجة وقعت لي مع راديو أصوات. مرحبا. أنا من الناس اللي ما كانوش كيتصنتوا الراديو، ما عرفتش أشنا هو الراديو. إيه بلي بالتلفازة بزاف. نعم. راجلي كيخرج للخدمة، بنتي كتمشي للقراية، ما كنلقى ما ندير، كنشعل التلفازة وكنجهدها، كنكسر الدار، كنقلب، كنشعل التلفازة، كنبقى نشكون تنط. إيوا راجلي زاد قال لي دايرة لي فضيحة في الدار، التلفازة في البيت خدامة وأنا في الكوزينة كنشقى غير باش نتونس. إيوا مشى قال لي عرفتي غندير لك، غنجيب لك راديو. آه الله يعطيك الصحة. جاب لي راديو، انا ما عمري ما عرفت اشنا هو الراديو، ما كنخدمش به مبريه بالكفاله. شديت الراديو كنقلب هاد القناه احسن قناه لقيت، واللي لقيت فيها داكشي اللي بغيت هي راديو اصوات. بارك الله فيك اسماء. دخلت على القنوات كامل وحده بوحده، والاذاعه اللي عجباتك الحمد لله هي اصوات. تصنت البرامج ديالهم، ولكن البرامج اللي كيفيدونا وداكشي اللي محتاجين كنلقاو فيه هو راديو اصوات. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وشكرا لك انتيا على هاد الكلمات الرائعين هاد الصباح، وهذا عسل العسل اللي كتعطي لنا هاد الصباح اختي اسماء. بارك الله عليك ويخلي لك بنيتك حتى انتيا. امين يا رب العالمين، وتنتيا يخلي لك بنيتك وتفرحي بها. انا دابا الراديو ما بقاش كيصاوب الدار، ولا راجلي كيقول لي انا اللي درتها بعصي. اش داني النهار كامل الراديو خدام. ولكن شوف الحمد لله الحمد لله، يعني من خلال الشهاده ديالكم، من خلال الشهاده ديال كل السيدات المغربيات، الاذاعه فيها الافاده وفيها الونيسه وفيها الحمد لله. ماشي غير انا كي غير كتصمت وصافي، كتسدي شحال في حوايج كتقدر تنفعي بهم راسك، تنفعي بهم وليداتك، تنفعي دارك، فهمتي، كتمتعي وكتستافدي في نفس الوقت. والله يجبنا يا ربي دائما في الصواب، والله يخليك دائما فرحانه وسعيده. شنو سميت راجلك اسماء؟ سميتو الزبير. السي الزبير كنقول لك الله يخلي لك اسماء ويخليها لك عمارة دارك ونورت حياتك ان شاء الله، وتانتا تبقى دائما يعني متهلي فيها ورد ليها البال، والله يخليكم لبعضياتكم. وبنتي رميسة الله يخليها لي حتى هي. امين يا رب العالمين، يخلي لكم الغزاله ديالكم رميسة. ربي يخليك تبارك الله عليك. قول لي يا اسماء، اش من اقتراح عندك للاخوات المستمعات وانت اليوم كتشاركينا هذه الفرحه؟ واخا تبارك الله عليك. اول حاجه غنقدم لكم واحد زعلوك. الزعلوك؟ زعلوك مشوي عندنا. ايه عندك دجاج بالعشوب؟ عندي. اذا نبداو بالدجاج بالعشوب، لانه كاينه اخت اللي كتعينكم تفكوها عليها هذا الصباح. واخا كنشدو في خلاط ديال الدجاج. ايه ولا صدر داكشي اللي عندنا في الدار. نعم. بالنسبه للخلاط كنخليهم بحال هكاك، الصدر كنقطعوها هكا طريفات على جوج ولا على ثلاثه. ايه وكنديرو في كوكوط. كنديرو معاه مليحة. إيه. وشوية البزار. نعم. وشوية زيت العود من الأفضل. وكنديرو فيه شوية الزعتر. نعم. وشوية اليزير. يزير. ورق سيدنا موسى. صافي هادشي. الواحد اللي بغى يزيد شي حاجة من الاختيارين عنده، بحال بغى يزيد مثلا ديك الهريسة وبغى يزيد واحد شوية. إذن إلا بغات السيدة دير ديك شوية ديال السوداني. يعني الهريسة غبرة. هذيك حسب الذوق اللي بغا يزيدها. نعم. صافي وكنسدو عليها شي حتى كيطيب، كيطلق تقريبا ماشي طيب حتى هي، المهم كيطيب ما بقاش في راسو مجموع. ما درتي لا ما لا والو. لا كدير شوية الماء. إذا ديري شوية الماء. كندير شوية الماء بقيت غيطلق لي هذاك الدجاج بديك القامة ديالو. وهذاك الماء خصو ينشف، يعني ما يبقاش يمرق الدجاج. لا ماشي مشكل، حقاش داك الماء من بعد شنو غنمشي ندوم من داك الماء، هذاك الدجاج كنديروه في داك الماء والقامة غير باش كيشد ديك النكهة ديال دوك الأعشاب، من بعد غيعاود يتقلى. اها. صافي كنسدو على داك الشيء حتى كيطيب. وكناخدو كنكونو موجدين عندنا الفورص والبيض. نعم. ولا شابلوغ. إذا الفورص والنشا والبيض. ماشي نشا، لا شابلوغ. لا شابلوغ اسمح لي. صافي من بعد ما كيطيبوا ديك الفخيره ديال الدجاج كيكونوا تنسموا بداك اليزير وبالزعتر ورق سيدنا موسى كيكونوا منسمين به. كناخذوا ديك الفخيره ديال الدجاج كنديرهم في الفرن هو الاول. ومن بعد كنعاودوا نديروهم في البيض. ومن بعد كنديرهم في لا شابلوغ. كديري هاد الثلاثه باش ما يشربش الزيت.
هكذا ما كيشربش الزيت. لا ما كيشربش الزيت فاش كديري ديك البيض وفي الفرن فاش طلع كيجيناش بحال ما فيش كاع نهائيا الزيت. والزيت طبعا خصها تكون سخونه مزيان ياك. كنكونوا موجدين الزيت حدانا سخونه. صافي وكندوا هكا كنهزو دوك الفخيلات وكنقليوهم. اييه. وواحد النصيحه فاش نقليو مثلا دوك الفخيلات ديال الدجاج. نعم. بغينا مثلا نحطو مسقطو ما نحطوش شبكه ديال البلاستيك دائما نوضعو شي كسكاس بالحديد. وي فعلا هذاك الشبكه كتخلي ديك الزيت تقريبا لاصق في الدجاج. لا دابا فاش كتقليهم ماشي على داك الشيء فاش كتحطيهم في شي اناء كيكون ديال الحديد كيبقاو مقرمشين الا درتيهم شي حاجه بالبلاستيك كيوليو رطبين ما كيبقاوش خوستيهم فهمتي؟ كترجع لهم السخونيه. الا درتيهم في البلاستيك كيوليو رطبين ما كيبقاوش مقرمشين من الفوق. اي حيت البلاستيك ما كيدوش داك الشيء اللي فيهم. بصح. وهذه نصيحه مهمه هذه رائعه عندك. نديرو حتى الفريت نقليو بغينا نسقسو ما نديروش شي شبكه بالبلاستيك لا اما شبكه بالحديد كسكس ديال الكوكوط ولا شي حاجه. نم 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 نم. وحنا اختي جايين للغدا عفاك اسماء. نعم اختي. شوف قولي للزبير يتقضى. اختي مرحبا بك على ما نوصلوا ان شاء الله بالسلامه نساليو مع 12 نشدوا الطريق. ربي يخليك ويكرمك يا رب. شكرا لك كثير اسماء.